الله وبركاته أيها المتابعون الأكارم، في أولى ليالي العشر الأواخر من رمضان نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. تستمر أكاديمية إنسان لبناء القيم في برنامجها الرمضاني رمضان والقيم، يجمعنا في الموسم الثاني ومع فضيلة الأستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية، وهو يحدثنا عن موضوع ربما يبدو غريبا للوهلة الأولى، وهو فواصل رمضانية لانتقالات رمضانية. البعض تمر به بعض المواقف تكون فاصل ما عن ما قبلها وما بعدها، يكون ما بعدها انتقال إلى ما هو أفضل وأحسن وأرقى في حال الشخص، ويتغير بانتقال نوعية. لذلك بعض الناس مثلا نسأله كيف هذا الإنجاز حصل، يكون أنا مررت مثلا، يقول أنا مررت بموقف، هذا الموقف غير حياتي. اليوم في هذه الأمسية نتعرف وإياكم مع الدكتور أو الأستاذ محمد إلهامي عن بعض هذه الفواصل لكنها مختصة برمضان، لعلنا منها نتغير ويتغير حالنا إلى أفضل حال. فمع الأستاذ محمد إلهامي فليتفضل. حياكم الله يا دكتور عمر، بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد سواك فيه شيئا يا رب العالمين. مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الدقائق الطيبة المباركة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها لنا ولكم في ميزان حسناتنا إن شاء الله. طبعا أنتم يعني سمعتم الكثير 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 عن شهر رمضان، وشهر رمضان يعني كم قيل فيه وكم بقي ليقال فيه. فشهر رمضان كرمه ربنا تبارك وتعالى لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن، فأصل التكريم هو القرآن الكريم، أصل التكريم هو القرآن الكريم. يعني شهر رمضان صار شهرا مميزا، وصار شهرا مكرما، وصار شهرا مفضلا، لأن القرآن الكريم نزل فيه. فالقرآن هو الذي شرف شهر رمضان، ولذلك يعني كلما اقترب الإنسان من القرآن كلما ناله شيء من كرامة القرآن وجلال القرآن ويعني ثمرات القرآن وفيوضات القرآن. فطبعا يعني الحديث يقول في مسألة رمضان وما كرمه الله به وما شرفه الله به. والحقيقة أنه الإخوة الأفاضل في أكاديمية إنسان جزاهم الله خيرا، وأسأل الله أن يبارك جهدهم وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص، كانوا طلبوا مني يعني هذا الموضوع، موضوع المواقف الفاصلة في رمضان. وطبعا كما ذكر وتفضل الدكتور عمر في بداية هذا الحوار، في أنه الإنسان في حياته نقاط فارقة، ما قبلها ليس كما بعدها، هذه تحولات منعطفات كبيرة. وسبحان الله، يعني كم إنسان عبر من النار إلى الجنة بموقف، وكم إنسان عبر من الجنة إلى النار بموقف. فهم لما طلبوا مني الحديث عن الأمور الفاصلة في رمضان لنا كأمة، وأنتم تعرفون الأمم، حياة الأمم هي المعارك، حياة الأمم هي المعارك. فلذلك الناس حينما يتذكرون ونحن يعني في حال الضعف وفي حال الذلة، وكلنا نتوق إلى وحدة الأمة الإسلامية، فنحن في هذا الحال حينما يظللنا شهر رمضان فالناس يهرعون لكي يتذكروا أيام انتصاراتهم في رمضان. وطبعا لا يخفى عليكم أنه يعني نحن الآن بعد 1400
وأربعين عاما من الهجرة، يعني مر على رمضان، مر على الأمة 1440 رمضانا، وكل رمضان شهد كثيرا من الحوادث، ولكن تظل هناك حوادث معينة ما يزال المسلمون يكررونها ويستدعونها ويتذكرونها في رمضان. ويعني أنتم تعرفون أحد تعريفات التاريخ كما ذكرها المؤرخ الإنجليزي المعروف ألبرت كوراني، كان يقول التاريخ هو ما يحتاج الناس إلى تذكره. التاريخ هو ما يحتاج الناس إلى تذكره، لأنه في الحقيقة لا قيمة لتاريخ لا نحتاجه. يعني لا قيمة مثلا أنه أنا أتكلم الآن ونحن كأمة في حال ضعف وفي حال ذل، أنا أتكلم مثلا عن تاريخ الأزياء في يعني المنطقة الهندية أو في المنطقة المغربية، يعني هذه أمور لا ينتفع بها المعاصرون، وإنما جعل التاريخ لكي يستفاد منه، وذلك في قول ربنا تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة. هذا هو الذي نريد، العبرة والهدى والرحمة. لذلك التاريخ هو ما يحتاج الناس إلى تذكره. طبعا لا أشك أنه مرت عليكم كثير من الأحاديث عن مسألة انتصارات المسلمين في رمضان، ويذكرون غزوة بدر وفتح مكة ومعركة البويب وفتح رودس، وإن كان أنا الحقيقة لم أقع على مصدر يقول أن فتح جزيرة رودس كان في رمضان، لكن يعني مما شاع وانتشر بين الناس أن فتح رودس كان في رمضان، وهو لما لا أعرفه ولا أحسبه صحيحا. ويذكرون كذلك فتح الأندلس، ويذكرون عين جالوت، ويذكرون تحرير أنطاكيا، ويذكرون معركة حارم، ويذكرون تحرير صفد، ويذكرون ذكرنا فتح الأندلس وكذلك فتح بلغراد، ويعني محاولات البوسنة والهرسك، فتح يعني أحد محاولات فتح البوسنة والهرسك. فيعني هناك العديد من المعارك التي يتذكرها المسلمون. طيب فماذا يكون دوري الآن؟ يعني لا أحب أن أكرر، ولا أحب أيضا أن تضيع أوقاتكم. فلذلك أنا أردت أن ألفت النظر في هذه الدقائق التي نقضيها معا إن شاء الله إلى المعارك الفاصلة، ولماذا صارت فاصلة. يعني المسألة هنا المعارك الفاصلة التي وقعت في رمضان، لماذا كانت معركة فاصلة؟ وهذا يفسر لماذا يحرص الناس على تذكرها، ولماذا ينبغي أن تكون دائما في أذهاننا، ولماذا ينبغي أن نتعلم منها. وطبعا لا يتسع الوقت لكي نسرد أنباء هذه المعارك، ولكن أنا يعني بقدر ما يتيح الوقت إن شاء الله أحاول بيان كيف كانت هذه المعركة الرمضانية معركة فاصلة في تاريخ الأمة. طيب بداية مما يشتهر يعني هو بمثابة القاعدة في عالم التاريخ وفي عالم الفكر والسياسة، إنه حركة الأمة وليس حركة الفرد، حركة المجموع، هي حركة حربية، هي حركة عسكرية، حركة الأمة. فيعني كما يدرسنا أساتذتنا في التاريخ إنه كل أمة كل حضارة، يعني كل دولة، كان أول سطر في تاريخ كتابها معركة، وآخر سطر في تاريخها معركة أيضا. فكل أمة لها معركة التأسيس، معركة التحرر، معركة الاستقلال، وكل أمة أيضا لديها معركة السقوط، معركة الانهيار، معركة الانحلال، معركة الانتهاء، وهكذا. حركة الأمم هي حركة عسكرية، حتى إنه الزعيم الصيني المشهور المعروف ماو تسي تونغ كانت له كلمة مشهورة، كان يقول: التاريخ ينطلق من فوهة البندقية. يعني التاريخ يصنعه الذين يتحركون. وأنتم طبعا تعرفون قول أبي تمام، قال: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. طب متى قال هذه القصيدة؟ قالها وهو يمدح المعتصم حين عاد من فتح عمورية، وكانت في رمضان، كانت في رمضان عام 222 للهجرة. فلذلك
لما عاد المعتصم مدحه أبو تمام بهذه القصيدة، وفيها يقول: والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعات الشهب. يقصد هو طبعا مما يروى أن المعتصم أراد أن يحارب الروم في ذلك الوقت، وكانوا قد اعتدوا على أرض المسلمين الروم البيزنطيين يعني، فقال له المنجمون: إن نجمك لا يوافق النصر، يعني ليس من عمل المنجمين والكهان إنه يعني إذا حاربت في هذا الوقت ستهزم. فخالفهم المعتصم فحاربهم فانتصر، كان فتحا كبيرا، حتى إن أبو تمام سماه في هذه القصيدة فتح الفتوح، فقال: فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو نثر من الخطب. فهو لما مدحه قال: والعلم في شهب الأرماح لامعة، يعني الحقائق هي بين الأرماح، بين جمع رمح، يعني بين حركة الأسلحة والتدافع، بين الخميسين يعني بين الجيشين، لا في السبعات الشهب يعني ليس في النظر في النجوم. على كل حال، فالقصد هنا أن حركة الأمم كما ثبت ذلك تاريخيا هي حركة هذه الأمم من حيث قوتها العسكرية وقدرتها على الإنجاز. فالمعارك هي التي تليد الأمم، والمعارك هي التي تميت وتقبر الأمم. ويعني حتى بعض المعاصرين المحدثين يعني يتحدثون عن إنه الاتحاد السوفيتي مثلا انهار بدون حرب، وهذا يعتبر من الاستثناءات التاريخية. والآخرون يردون عليهم يقولون يعني إنه هذه أيضا حرب، وسميت الحرب الباردة التي كانت أشبه بحرب استنزاف حتى انهارت الاتحاد السوفيتي. فلذلك إذا نظرنا إلى رمضان والمعارك الكبرى في رمضان، فدعونا يعني نبدأ معكم من البداية، وأحاول أن أشير إلى مسألة كيف، لماذا كانت هذه المعارك معارك فاصلة. نبدأ ب يوم بدر، غزوة بدر الكبرى. غزوة بدر الكبرى سماها القرآن الكريم الفرقان، سماها القرآن الكريم الفرقان، وكفى بتسمية الله تبارك وتعالى تسمية. يعني معركة بدر بأي مقياس مادي، لو نحن نظرنا إلى مسرح التاريخ، فمعركة بدر بالنسبة للمعاصرين في ذلك الوقت، يعني لو أتيح لرجل أن يشاهد الأخبار، أو لو أتيح أن تكون هناك قنوات فضائية مثلا في إمبراطورية فارس أو إمبراطورية الروم، لن يكون من بين أخبارها أبدا معركة بدر. يعني معركة مثلها مثل آلاف المعارك التي تدور بين قبيلتين عربيتين. فلكن الله تبارك وتعالى سماها الفرقان، وما ترتب عليها من النتائج كان حاسما في مسيرة البشرية كلها. ما ترتب على غزوة بدر من النتائج كان حاسما في مسيرة البشرية كلها. لماذا؟ لسبب بسيط، وهو أن غزوة بدر كانت عنوان ميلاد الدولة الإسلامية. غزوة بدر كانت عنوان ميلاد الدولة الإسلامية، ميلاد القوة الإسلامية كان في غزوة بدر، ميلاد القوة الإسلامية كان في غزوة بدر. طيب تعالوا إذا نظرنا إلى ما قبل لحظة غزوة بدر، وحاولنا أن ننظر في يعني بمصطلحنا المعاصر في القوى السياسية والخريطة الجيوسياسية لجزيرة العرب، لم نجد فيها خلافاً كثيراً عما كان قبل الإسلام. أنا بتكلم على مسألة القوى، خريطة القوى السياسية، حتى إنه المسلمين كانوا أشبه ما يكونون بمجموعة من اللاجئين الذين هاجروا من مكة وذهبوا إلى المدينة. وهذه المجموعة من اللاجئين وجدوا في المدينة، ويعني لو أردنا أن نقرب الصورة أيضا، الصورة المعاصرة، فيعني المسألة كانت هينة تشبه ما كنا نحن نقوله قبل ذلك، يعني في عالمنا العربي أيام القومية العربية تشبه ما كانوا يقولونه عن إسرائيل، يقولون الدولة المزعومة ونلقيها في البحر، ويعني نحن إسرائيل دي مجموعة صغيرة وسط طوفان. فالمسلمين في ذلك الوقت، في ذلك الوقت ما قبل بدر، كانوا مجموعة من اللاجئين، وكانت دولتهم التي تكونت ليست ذات أثر في المحيط الإقليمي، وليست ذات أثر في الخريطة الجيوسياسية الموجودة في ذلك الوقت في الحجاز أو في جزيرة العرب. فلما حصلت غزوة بدر
واستطاعت ثلة من المسلمين، هم ثلة خرجوا لمقابلة العير في حوالي 314 واحد. هذه الثلة التي خرجت لملاقاة العير ففوجئت بأنها أمام جيش المشركين، جيش قريش. قريش أعز العرب، أمنع العرب، عاصمة العرب مكة التي يحج إليها الناس، وهؤلاء خرجوا بجيش يستعدون فيه للقتال، وهم ثلاثة أضعاف المهاجرين المسلمين. يعني جيش المشركين خرج من مكة وفيه أبطال قريش، وهم ثلاثة أضعاف هؤلاء الثلة الذين خرجوا لملاقاة العير. فلما حصل هذا الصدام بين هذه الثلة وبين هذا الجيش الذي يمثل عاصمة العرب ويمثل قريش وهي أمنع العرب وأعز العرب، وانتصرت هذه الثلة وقتل أغلب يعني رؤوس قريش، عتبة بن ربيعة وأبو الحكم وأمية بن خلف، ويعني هؤلاء الثلة الكبيرة. هنا ولدت القوة الإسلامية، هنا لم تعد هذه الدولة الإسلامية المتكونة في المدينة مجموعة لاجئين، لم تعد دولة مارقة خارجة عن الإجماع المحلي أو الإجماع الإقليمي، لم تعد مجرد بؤرة صغيرة محاطة، لا، الآن صارت قوة إقليمية، الآن صارت قوة إقليمية. ولذلك ويمكن أن نفهم يعني حقيقة هذا الوضع من خلال آيات القرآن الكريم. فالله تبارك وتعالى حين ذكر أنبأ هذه الغزوة في القرآن الكريم قال: إذ أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. فريقا من المؤمنين لكارهون، يعني ميزان القوة ميزان منهار، 300 أمام 1000. فلذلك حتى المؤمنين بعضهم كان يكره أنه يعني يخوض مواجهة تبدو غير متوازنة. وذكر الله تبارك وتعالى في تصوير مشاعرهم قوله: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فانظر يعني حسبة أن المسلمين يمكن أن ينتصروا حسبة يعني لا تكاد تصدق. فلذلك كان الذين يخرجون كأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون. والله تبارك وتعالى الذي رتب هذه الغزوة، ولذلك هو قال إذ أخرجك ربك من بيتك بالحق، يعني الله تبارك وتعالى، وقال: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. يريد الله أن يحق الحق بكلماته. انظر في هذه الآية ترى فيها معنى أن المسلمين كانوا قبل هذه الغزوة لا يستعدون للقتال، وأن نتيجة هذه الغزوة كانت نتيجة كبرى. يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المشركون. فانظر في الآية وكيف تصور حقيقة النتيجة التي نتجت عن المعركة. ولذلك بعد غزوة بدر كان هناك آثار واسعة على ما نسميه الآن بمصطلحنا المعاصر خريطة القوى، الخريطة الجيوسياسية في هذه المنطقة، منطقة الحجاز وفي الجزيرة العربية. الآن ولدت دولة يحسب لها ألف حساب، وحتى الغزوة كان لها آثارها الداخلية في المدينة، وذلك أن معسكر المشركين قد يعني صفي، أغلب الذين كانوا ظلوا على وثنيتهم في المدينة أسلموا، وبعضهم أسلم معتقدا بالإسلام وبعضهم أسلم وهو يبطن الكفر، فبدأت هنا ظاهرة المنافقين. وكذلك من آثارها أنه بدأ يخرج يعني العداوة والبغضاء التي تكنها اليهود، وهو ما ترتب عليه فيما بعد غزوة بني قينقاع التي أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن مدينته. فيبقى هنا إذا نظرنا وحاولنا أن نفسر لماذا كانت غزوة بدر غزوة فاصلة، نقول ببساطة لأن غزوة بدر هي إعلان ميلاد القوة الإسلامية، إعلان ميلاد الدولة الإسلامية، إعلان تغير الخريطة السياسية الموجودة في الحجاز في ذلك الوقت، لتشهد وجود دولة إسلامية تستطيع أن تدافع عن نفسها وأن تهزم جيشاً أخرجته قريش التي هي أعز العرب وأمنع العرب وعاصمة العرب في الجزيرة العربية.
طبعا هذه المعركة كانت في 17 رمضان من العام الثاني للهجرة، ولا شك أنكم تعرفون تفاصيلها يعني خيرا مني، وكثيرا ما سمعتم تفاصيلها. طيب، هذه غزوة بدر. ننتقل إلى الغزوة الأخرى الفاصلة في تاريخ المسلمين، والتي كانت في رمضان، وهي فتح مكة. فتح مكة، هذا يستدعي أن نقدم بمقدمة بسيطة. فنقول بشكل عام، حين يعني دارس التاريخ أو دارس السياسة أو من يتحدث في شأن التغيرات الكبرى، يكون له اهتمام خاص بمسألة العواصم. العواصم يعني العاصمة في أي بلد هي أهم ما في البلد. فبالتالي الثورة إذا نجحت، الثورة إذا سيطرت على العاصمة تعتبر نجاح. الثورة إذا سيطرت على كل البلد ولم تسيطر على العاصمة لا تعتبر نجاح. طيب، الاحتلال إذا لم يسيطر على العاصمة لم يتم، ولا يعتبر أن هذه البلد قد سقطت حتى لو سيطر على أغلب الأرض. بينما الاحتلال إذا سيطر على العاصمة يعتبر يعني يعتبر قد تمكن وقد بدأ التدين له هذه البلد. نفس الكلام يقال عن أي تغير، عن ثورة، عن انقلاب عسكري، عن اجتياح خارجي، عن محاولة إصلاحية، عن محاولة إفسادية. فمسألة العاصمة بشكل عام هي مسألة في غاية الأهمية، وما يحدث في العاصمة من أحداث يكون له تأثيره الواسع على بقية المناطق. يعني التيارات الثقافية يعني تأخذ زخمها وتصير قضاياها قضايا كبرى إذا نشأت ونبتت في العاصمة، بينما إذا نشأت ونبتت في أطراف البلد فإنها يعني تسمى خصوصية ثقافية. فلذلك مسألة العاصمة مسألة مهمة. فإذا أتينا إلى الجزيرة العربية لوجدنا أن مكة كانت عاصمة العرب، كانت عاصمة الجزيرة العربية. وهذا من أسرار بعث الله تبارك وتعالى لنبيه في مكة. وقبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت مكة بناها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، بنو البيت، وكانت تعيش على دين إبراهيم على الحنيفية السمحة، حتى ظهر في مكة عمرو بن لحي الخزاعي. فهذا رجل ذهب إلى الشام وعرف هناك عبادة الأصنام وجاء بصنم في مكة، فمن مكة انتشرت عبادة الأصنام في الجزيرة العربية. وهذا ما أعنيه بتأثير العاصمة، تأثير العاصمة الفكري والثقافي والسياسي. ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وإذا نظرنا إلى عموم حركة النبي في السيرة، فسنجد أن السيرة هي الصراع حول مكة، الصراع حول مكة، الصراع حول عاصمة العرب. فلذلك بذل النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين من حياته في محاولة أن يهتدي أهل مكة، لأنه إذا اهتدى أهل مكة تابعهم في ذلك سائر العرب. ولكن أهل مكة صدوه ويعني ورفضوه وأجابوه بما تعرفون جميعا. فلما خرج النبي إلى المدينة كان الصراع الأصيل هو بين المدينة وبين مكة. فلما عقد النبي المعاهدة السياسية الأهم، وهي صلح الحديبية، إنما كان عقدها مع أهل مكة. ولذلك صلح الحديبية سماه القرآن الكريم فتحا مبينا، ونزلت فيه سورة الفتح، رغم أن النبي لم يقاتل فيه ولا هو بلغ ما يريد وهو أداء العمرة. فالنبي لا هو قاتل ولا هو ذهب إلى العمرة، وإنما رجع باتفاق. فكيف يكون هذا الاتفاق فتحا مبينا؟ هذا يدلك على معنى وأهمية وضرورة وقيمة الاعتراف السياسي بمصطلحنا المعاصر، الاعتراف السياسي، الاعتراف الإقليمي. يشبه مع التجاوز، يعني يشبه في عالمنا المعاصر أن الدولة يعترف بها في الأمم المتحدة، ويكون لها مثلا مقعد في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو يكون لها حتى مقعد في مجلس الأمن. الفكرة هنا، فكرة الاعتراف الإقليمي هذا، هو كانت له قيمة كبيرة، حتى سماه القرآن الكريم الفتح المبين،
وفي خلال السنتين ما بعد صلح الحديبية أسلم مثل الذين أسلموا منذ بداية الدعوة. يعني لما حصلت الهدنة مع مكة وحصلت الدولة الإسلامية على الاعتراف الإقليمي الذي يشبه في عالمنا المعاصر الآن الاعتراف الدولي، حين حصل هذا دخل في الإسلام مثل الذين دخلوه في السنوات الماضية. يعني النبي قضى 13 سنة في مكة وست سنوات حتى صلح الحديبية، يعني 19 سنة. في السنتين من 6 إلى 8 هجرية أسلم مثل الذين أسلموا في 19 سنة الماضية. ثم لما فتحت مكة، لما فتحت مكة في رمضان من العام الثامن للهجرة، أقبل الناس فدخلوا في دين الله أفواجا، حتى سمي العام التالي اللي هو العام التاسع للهجرة عام الوفود، يعني العام الذي جاءت فيه وفود القبائل العربية إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبايعه على الدخول في الإسلام وعلى الدخول في الإسلام كدين وفي الإسلام كدولة. فانظر هنا إلى قيمة فتح مكة، ولذلك فتح مكة يعرف بأنه الفتح الأعظم. ولذلك كان بعد فتح مكة يكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون مهمته قد انتهت بعد فتح مكة، لأن مكة عاصمة العرب، ولأنها حين أسلمت أسلم بإسلامها الجزيرة العربية. فلذلك نزل قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهو الأمر الذي فهم منه أبو بكر رضي الله عنه أن أجل النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترب. فلذلك أنا مقصودي أن أقول وأركز على إنه فتح مكة كان الفتح الفاصل الذي حول الإسلام من مجرد منافس، يعني مجرد دولة إسلامية منافسة في عموم الجزيرة العربية، إلى الدولة صاحبة السيادة والهيمنة على الجزيرة العربية، إلى القوة العليا الموجودة في الجزيرة العربية، إلى المقام العالي الذي يقصده الناس ويدخلون فيه، وذلك لمكانة مكة عند العرب. وكما قلنا إن هذه بطبيعة الأمور هي أحوال العواصم بشكل عام، وكانت مكة عاصمة العرب، وكان أهل يعني أهل الجزيرة العربية ينظرون في ما يكون بين النبي وبين قومه. فلما دخلها أسلموا، وذلك أنهم كانوا يقولون إن الله تبارك وتعالى لا يسلط من لا يرضى على بيته، وكانت في أذهانهم طبعا حادثة الفيل حين أرسل الله تبارك وتعالى على أبرهة الطير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول كما تحفظون جميعا. فلذلك كان دخول النبي ظافرا إلى مكة من يعني من علامات رضا الله تبارك وتعالى، ومما يعني أقبل بالعربي إلى مكة. طبعا ونستطيع أن نقول إنه هذا الأمر، يعني مسألة أن الله تبارك وتعالى يمكن بيته ممن أحب أو من لا يحب، كان هذا عند توقف عند مكة، ثم عهد الله تبارك وتعالى بعد ذلك بالدفاع عن هذا البيت إلى المسلمين. ولذلك فقد تسلط على البيت في كثير من الفترات التاريخية من لا يرضاهم الله تبارك وتعالى، مثلما حدث في القرامطة في سنة 317 هجرية، حتى أنهم اقتحموا البيت وخلعوا الحجر الأسود ونقلوه من مكانه إلى عاصمتهم هجر، في القصة المأساوية الطويلة المعروفة. وكذلك يعني وقع الحرم النبوي حتى تحت احتلال الإنجليز، ويعني أمور كثيرة لا يتسع لها المقام. القصد أن أقول هنا أن كان النبي صلى الله عليه وسلم مجمل السيرة النبوية هو مجمل الصراع حول أن يسود الإسلام في مكة. فلذلك كان فتح مكة هو الفتح الأعظم، كان فتح مكة هو الفتح الأعظم الذي انتظره المسلمون، والذي ترتب عليه أن يتحول الإسلام إلى قوة دولية بمصطلحنا المعاصر، لأن العرب كانوا صاروا بعد هذا الفتح في دولة واحدة بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا انتقلنا إلى معارك المعركة التي تليها في رمضان، فمن أشهر ما يشير إليه المؤرخون هي معركة البويب الطاحنة. معركة البويب الطاحنة وكانت في 13 رمضان من العام الثالث عشر للهجرة، وكانت ضمن سلسلة الفتوحات الإسلامية في الجبهة الفارسية.
معركة البويب ليست معركة مشهورة لا كبدر ولا كالقادسية، وإن شاء الله لن أطيل عندها، إنما أتوقف عند معنى مهم فيها. الذي جعل هذه المعركة معركة مهمة هو أن المسلمين كانوا قبلها قد هزموا هزيمة وحيدة في كل معاركهم على الجبهة الفارسية، وهي في معركة الجسر. معركة الجسر كانت في 25 شعبان سنة 13 للهجرة. والذي حصل في هذه المعركة أن المسلمين كانوا يقاتلون في جناحين، كانوا يقاتلون الفرس والروم في نفس الوقت. فلذلك لما تعرقلت الفتوحات الرومانية قرر أبو بكر أن يسحب نصف الجيش الفارسي، نصف الجيش المسلم الذي يقاتل في الجبهة الفارسية، فيعطيه فيدعم به الجبهة الرومية. ففعلا انفصل سيدنا خالد بن الوليد بتسعة آلاف وهم نصف الجيش، وانضم إلى جبهة الروم، وتطورت الفتوحات الإسلامية، وخاض المسلمون معارك اليرموك وغيرها، وفتحوا الشام ثم فتحوا مصر. فالجزء الباقي الذي ظل في الجبهة الفارسية كان جزءا قليلا، وبدأ الفرس يستعدون له وبدأوا يلملمون شتاتهم. فلذلك استمد المسلمون في الجبهة الفارسية أبا بكر رضي الله عنه، ثم كان أبو بكر قد مات، فكان أول ما يفعله عمر هو أن يمد الجبهة المسلمين في الجبهة الفارسية بمدد آخر. فتكلم عمر رضي الله عنه في الناس يحثهم على الجهاد، فوجد منهم ضعفا في ذلك، وذلك أن الجبهة الفارسية طبعا الفرس كان لهم خلفية تاريخية قوية مع العرب، فكان وجه فارس كما تقول رواية أكره وجه للعرب، يعني ما بيحبوش يقاتلوا الفرس لما يعرفون من شدة الفرس. فكان مما فعله عمر رضي الله عنه لتحفيز المقاتلين أن جعل أول من يتطوع أميرا على المتطوعة وأميرا على الجبهة الفارسية، فقام لذلك سيدنا أبو عبيد بن مسعود الثقفي، وبشخصيته المتحمسة الفائرة التي يعني اقتحمت هذه المسألة النفسية، دخل إلى الجبهة الفارسية وارتكب خطأ عسكريا أدى إلى هزيمة المسلمين في الجسر، لا يسعنا الآن التفصيل فيه. الذي يهمنا التركيز عليه أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أبي بكر رضي الله عنه من بعده وسيرة عمر رضي الله عنه من بعدهما كانت تضع ثابتا من الثوابت، وهو ألا تتكرر على المسلمين هزيمة، وأن ينهض المسلمون من أي هزيمة بأسرع ما يستطيعون. إذا نظرنا في سيرة النبي وجدنا هذا واضحا، وهو أوضح ما يمكن في غزوة أحد وغزوة حمراء الأسد بعدها بيوم واحد. وإذا نظرنا في سيرة أبي بكر وجدناه رغم أنه حصل تضعضع للجيوش أمام بني حنيفة مسيلمة الكذاب، إلا أن أبا بكر ظل يمد الجيش تلو الجيش تلو الجيش حتى انتصر على مسيلمة الكذاب. يعني هذا أمر يعرفه القادة جيدا، أن لا تسمح برسوخ الهزيمة ولا تسمح بتكرر الهزيمة، وأن تعيد المحاولة بأكبر وأسرع قدر ممكن. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المستورد القرشي وهو في البخاري الحديث المشهور، مدح الروم بأنهم أسرع الناس كرة بعد فر، أسرع الناس كرة بعد فر، وطبعا الحديث المشهور تعرفونه. فالقصد هنا إنه معركة الجسر التي كانت في شعبان سنة 13 للهجرة سرعان ما استفاق منها المسلمون بمدد وإشراف من عمر بن الخطاب، وخاضوا بعدها معركة البويب الطاحنة وانتصروا على الفرس نصرا مبينا، وكان هذا هو النصر الذي مهد للقادسية المعركة الكبيرة التي أنهت القوة الفارسية الكبرى، والتي كانت طبعا القادسية كانت بقيادة سعد بن أبي وقاص. وأصلا في الجبهة الفارسية نحن لدينا ثلاث معارك كبرى: معركة القادسية، ثم معركة جلولاء وفتح المدائن فيما بعدها، ثم معركة نهاوند التي سميت فتح الفتوح والتي انتهت معها الدولة الفارسية تماما. فالتمهيد الذي وقفنا عنده هو في معركة البويب التي كانت في 13 رمضان سنة 13 هجرية، وكان المعنى الأهم فيها أن لا تتكرر على المسلمين هزيمة، وأن يعود ويستيقظ ويصحو المسلمون بأسرع ما يمكنهم في مواجهة عدوهم، لئلا تستقر فيهم هزيمة، لأن استقرار الهزيمة يا أحباب شيء في غاية الضرر، شيء في غاية الضرر. وهذا في الأمم كما هو في الأفراد، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا قال يعني
وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. الإنسان حين يذنب ذنبا ينبغي أن يفزع منه فيستيقظ ويستغفر ويتوب ويتبعه بالحسنة ولا يستسلم للذنب، لأن الاستسلام للذنب إنما يجد فيه الشيطان فرصة ومدخلا. وفي الحديث الذي تعرفونه أيضا، حين جاء العربي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله رأيت إن أذنبت، قال: تب. قال: فإن تبت، قال: فإن عدت، قال: تب. قال: فإن عدت، قال: تب. وهكذا. قال: إن الله لا يمل حتى تملوا. فالإنسان لا يستسلم للحظات ضعفه، وكان هذا باديا في غزوة البويب التي تحدثنا عنها. من المعارك الفاصلة التي يمكن أن نتكلم عنها الآن، طبعا لا أدري كم بقي من الوقت. طيب، بقيت لي 10 دقائق مع الأسف الشديد. طيب سأخبركم يعني سأختصر إن شاء الله في الكلام. طيب خلونا أتكلم عن 15 دقيقة شيخ محمد. نعم، نجعلها 15 دقيقة. طيب، ما فرقتش كتير يا دكتور. ماشي، حاضر إن شاء الله. طيب، أنا سأشير بشكل عام إلى يعني إلى معركتين، أو لنقل إلى 3 معارك كبرى في ولادة القوة الإسلامية، وهي أولاً معركة فتح النوبة. فتح النوبة هذه كانت في سنة 31 للهجرة، كانت في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وفتح الأندلس، فتح الأندلس كان في رمضان من سنة 93 للهجرة. وفتح بلغراد، وهذا كان في 25 رمضان سنة 927 للهجرة، وكانت على يد سليمان القانوني. طبعا فتح الأندلس كما كان على يد طارق بن زياد. طيب، أنا يعني لماذا سأختار هذه المعارك؟ هذه المعارك كانت تمثل ميلاد القوة الإسلامية لفترة طويلة تاريخية، يعني كانت تمثل معارك فاصلة على مستوى الأمة الإسلامية، على مستوى التاريخ الإسلامي. فبداية نأتي إلى فتح النوبة. فتح النوبة هذا كان في عام 31 هجرية. طبعا أنا يعني مما لا أنساه هنا، أنه كثير من المتعلمين أو يعني العلمانيين والناس البؤساء فكريا، يعني كثيرون ما يرددون: لماذا ذهب المسلمون إلى الشمال الإفريقي وإلى الأندلس وإلى أوروبا ولم يذهبوا إلى الجنوب؟ ويقولون بأن هذا لأنهم يعني كانوا يحبون النساء البيض ولا يحبون النساء السمر. وطبعا هذا من جهلهم. أنا الآن يعني فتح النوبة هذا كان في عام 31 للهجرة، 31 للهجرة يعني قبل فتح الأندلس التي كانت سنة 93، وطبعا قبل فتح القسطنطينية وفتح أوروبا الشرقية التي كانت بعد ذلك ب 700 سنة. فتح النوبة كان قيمة هذه المعركة، وكانت بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي الصرح. عبد الله بن سعد بن أبي الصرح هو أخو سيدنا عثمان بن عفان من الرضاعة، وكان وليه على مصر. وكانت مصر يا أحباب يعني إذا أردنا أن نتصور خريطة انتشار حركة الفتوح الإسلامية، فكالتالي: الخريطة الانتشار، العاصمة إما في المدينة وإما في دمشق. طبعا الدولة الأموية دولة عظيمة كانت صاحبة الفتوحات الكبرى، فالعاصمة إما في المدينة وإما في دمشق. وجبهة العراق التي تتمثل في البصرة والكوفة كانت تشرف على الفتوحات الشرقية، اللي هي فتوحات الهند والسند والصين وبلاد ما وراء آسيا، بلاد وسط آسيا الآن، يعني طاجكستان وأوزبكستان وتركمانستان وهذه الأنحاء. أما مصر فكانت تشرف على فتوح الجناح الغربي، يعني الشمال الإفريقي والأندلس. هذه كان الوالي المصري هو الذي يشرف على فتوح الجناح الغربي، كما كان والي العراق يشرف على فتوح الجناح الشرقي. فعبد الله بن سعد بن أبي الصرح لما نقض يعني بعض هؤلاء مملكة النوبة، نقضت المعاهدة، صار إليهم إلى مدينة دونغولا التي هي موجودة الآن في شمال السودان، وهي على الضفة الشرقية للنيل، قبل يعني قبل المنحنى الكبير المعروف في النيل لمن يعرف منكم خريطة السودان. فهذه دخل عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، استطاع أن ينتصر على مملكة النوبة، وهي مملكة عريقة واستمرت 500 سنة. واشترط عليهم 3 شروط.
هذه الشروط الثلاثة صنعت لحظة الفارقة التي أحكي لكم عنها. الشرط الأول أنهم كان المسلمون قد بنوا مسجدا في هذا المكان وهم في إطار هذه الحرب، فأخذ عليهم عهدا أن يحافظوا على هذا المسجد. والشرط الثاني أخذ عليهم أن يؤمنوا من وصل إليهم من المسلمين، يعني من التجار، من حتى طبعا في ذلك الوقت كان تجار، ما كانش في حجاج، فبالذات مسألة التجارة يعني. والمسألة الثالثة التي اشترطها عليهم ألا يؤووا أحدا بينه وبين المسلمين عداء. طيب، مجمل هذه الشروط الثلاثة هي التي صنعت المسألة الفريقة التي أتحدث عنها، لأنها حققت الآتي: حققت أولا تسكين الجبهة الجنوبية على الدولة الإسلامية، ويتفرغ المسلمون بعد ذلك لفتح الشمال الإفريقي، فسكنت الجبهة الجنوبية وأمن المسلمون ظهورهم. المسألة الثانية أن هذا المسجد وتأمين المسلمين الذين يخرجون إلى هذه المناطق كان يمثل بذرة انتشار الإسلام في شرق إفريقيا، فبالتالي حقق المسلمون من خلال هذه المعركة الأمن السياسي والانتشار الثقافي، يعني حققوا مسألة القوة الخشنة اللي هو مسألة الهدنة العسكرية، والقوة الناعمة اللي هي الانتشار الديني والثقافي من خلال التجار ومن يقصد من المسلمين هذه المناطق. طيب، هذه معركة النوبة كانت سنة 31 هجرية. لما نأتي إلى فتح الأندلس، طبعا مسألة فتح الأندلس أظنها مسألة مشهورة جدا في كون إنه المسلمين هناك صاروا قوة عظيمة في الأندلس. الفتح كما هو مشهور قام به طارق بن زياد، وهو قائد أمازيغي من البربر وليس من العرب، وبجيش أغلبه من البربر وليس من العرب أيضا، وفي هذا دليل على تميز وفرادة الفتوحات الإسلامية، وأن الناس الذين دخلوا في دين الله أفواجا تحولهم بأنفسهم إلى مقاتلين في سبيل هذا الدين، وهذا ما ليس معروفا في الاحتلالات الأجنبية أو في حركة التاريخ بشكل عام، أن تجد الشعب المغلوب تحول ليكون أداة لنشر الدين الذي غلب عليه. فطارق بن زياد بجيش من 7000 بدأ في اقتحام الأندلس بعد تفصيلات تاريخية وسياسية، ثم انضم إليه قائده موسى بن نصير والي الشمال الإفريقي، طبعا كان ذلك في عصر الدولة الأموية، وبسرعة شديدة استطاع الجيشان طارق بن زياد وموسى بن نصير أن يوزعوا بينهما المناطق الأندلسية، حتى يعني كانت الأندلس قد رحبت بالفاتحين واستسلمت لهم في وقت وجيز. ومن الأندلس انطلق المسلمون إلى فتح فرنسا، واستطاعوا أن يفتحوا جنوب فرنسا في مقاطعة ستمانية، وكذلك تمددوا إلى أن توقفت الفتوحات قبل باريس عند مدينة بواتيه في المعركة المعروفة بمعركة بلاط الشهداء. هذا الفتح اللي هو فتح الأندلس أنشأ للدولة الإسلامية قوة شديدة وكبيرة في الجبهة الغربية. يعني كل ما نعرفه الآن عن حضارة الأندلس وجمال الأندلس وقوة الأندلس وما أهدته الأندلس للدنيا من العلم، يعني أئمة الأندلس، كل اللي أنت عارف اسمهم القرطبي مثلا، القرطبي والإشبيلي والشاطبي والمرسي، يعني كل هذه أسماء أندلسية، مرسية وشاطبة وجيان، كل هؤلاء إنما أخرجتهم الأندلس. يعني ماذا أعد وماذا أقول، يعني ابن حزم وابن عبد البر و يعني الكلاعي الربيع بن سليمان صاحب اختصار المغازي والسير، وأبو علي القالي، و يعني الأسماء تتوارد إلى ذهني والله. يعني كل حضارة الأندلس هذه إنما هي بنيت على فتح الأندلس، والأندلس هي التي حفظت قوة المغرب العربي في وقت قوتها أيام كانت الدولة الأموية. ولما حصل وقع الانقسام بين في العصر الإسلامي بين العباسيين حين سيطروا على المشرق، وهرب عبد الرحمن الداخل واستطاع أن ينشأ حكما في الأندلس، فهذا الحكم الذي أنشأه عبد الرحمن الداخل في الأندلس هو الذي استطاع أن يحفظ الغرب الإسلامي من الحملات الصليبية الأوروبية، واستطاع حتى أن يحفظ بلاد المغرب. ثم فيما بعد ردت المغرب إلى الأندلس هذا الجميل، وأطالت في عمرها في أيام المرابطين والموحدين والمرينيين، ثم فيما بعد الحفصيين كذلك،
فكل ما أخرجته الأندلس من علوم ومعارف وزهاد وعباد ومقاتلين ومهندسين ومعماريين، كل هؤلاء إنما كانوا أثرا من أثر فتح الأندلس الذي يعني يوضع كما نفهم يوضع في ميزان طارق بن زياد وموسى بن نصير والجيش الذي دخل الأندلس في ذلك الوقت. وكانت الأندلس ذات فضل على الإنسانية كلها وليس على المسلمين. ففي الأندلس تعلم الأوروبيون في مساجدها، والأندلس كانت أحد معابر نقل الحضارة الإسلامية إلى الأوروبيين، والأوروبيون استفادوا من الأندلس استفادات عظيمة. وحركة الترجمة الكبيرة التي نقلت من اللغة العربية إلى اللغة اللاتينية إنما جرت في الأندلس، ويعني الأديرة الكبرى التي كان فيها بداية هذا العلم العربي إنما كانت أديرة في الأندلس. فيعني فتح الأندلس كان فتحا فارقا، لأنه أنشأ قوة كبيرة للمسلمين في الجناح الغربي، وبذلك يعني طبعا عاش الإسلام في الأندلس 800 سنة، لكن الحقيقة إنه أثر الإسلام في الأندلس أعمق من هذه 800 سنة، وما خلفه الأندلسيون من العلم إنما ألقى بظلاله على عموم العالم الإسلامي وبالذات على المغرب العربي. طيب نأتي إلى المعركة الأخيرة وهي معركة فتح بلغراد. فتح بلغراد وكان ذلك على يد السلطان سليمان القانوني، وكان هذا فارقا في أنه يعني ثبت ووسع الوجود الإسلامي العثماني في شرق أوروبا. والأمر يعني ببساطة كالآتي، وأحاول أن أختصر إن شاء الله. العثمانيون كان حلمهم الأول والأكبر هو فتح القسطنطينية، واتخذوا لذلك خطة كان قد وضعها الأمويون قديما، لا أدري هل طلعوا عليها أم يعني كان هذا من توارد الأفكار والضرورات التي تنتج نفس الأفكار، وهي أن يطوقوا القسطنطينية أولا قبل أن يفتحوها. فلذلك العثمانيون عبروا إلى الجانب الأوروبي من مضيق الدردنيل، وفتحوا إدرنة إلى غرب القسطنطينية واتخذوها عاصمة لهم قبل أن يفتحوا القسطنطينية. طيب لكن هذا العبور إلى الجانب الأوروبي وهذا الفتح واتخاذ العاصمة في إدرنة أدخل العثمانيين في معارك مع البلغار والصرب والمجريين. هذه المعارك قضت منذ أرخان ومراد الأول، ابنه مراد الأول وبيزيد الصاعقة، ثم انهار بيزيد الصاعقة أمام عاصفة تيمورلنك، ثم جاء ابنه محمد شلبي فأعاد ما تهدم من الدولة العثمانية، ثم استأنف مراد الثاني فتح يعني استأنف مراد الثاني الفتوحات في أوروبا الشرقية، ثم جاء من بعده ولده محمد الفاتح وصاحب الفتح العظيم طبعا فتح القسطنطينية، وهو محمد الفاتح صاحب فتح البوسنة أيضا. وكان محمد الفاتح يريد أن يجمع بين البشارتين، بشارة فتح القسطنطينية وفتح الرومية، يعني هو مات وهو يجهز لغزو روما بعد أن فتح بلاد البوسنة. ثم جاء من بعد محمد ابنه بيزيد الثاني، ثم ابنه سليم الأول، ثم ابنه سليمان القانوني. وعلى يد سليمان القانوني الذي يعتبر أعظم يعني أعظم من الجهة المادية، يعني أعظم سلاطين الدولة العثمانية، كان فتح بلغراد. طيب ما قيمة بلغراد؟ بلغراد وهي عاصمة صربيا الآن، بلغراد هي عاصمة الصرب، ويمكن القول لمن نظر في التاريخ العثماني إنه بلغراد كانت ميزانا لقوة الدولة العثمانية. فطالما كانت الدولة العثمانية قوية كانت بلغراد تابعة لها، إما تابعة لها بشكل مباشر أو تابعة بمعنى أنها تتبعها في السيادة وتؤدي لها الجزية. وإذا ضعفت الدولة العثمانية فيكون من أول ما تفقده مدينة بلغراد. مدينة بلغراد كانت عاصمة الصرب، ففتح بلغراد كان خطوة أساسية أمام التمدد في شرق أوروبا، لأنه بلغراد هذه العاصمة الأولى، وبعدها بودابست التي هي عاصمة المجر، وبعدها فيينا التي هي عاصمة الإمبراطورية، إمبراطورية النمسا في ذلك الوقت طبعا كانت أقوى الإمبراطوريات، لا أقول بس في شرق أوروبا ولكن في كل أوروبا، إذا استبعدنا إسبانيا لأن إسبانيا كانت في أقصى غرب أوروبا وكانت إمبراطورية قوية. فحركة العثمانيين إلى فيينا كان لابد لها أن تعبر على بلغراد ثم بودابست ثم فيينا.
فبلغراد هذه من المدن التي استعصت حتى على السلطان محمد الفاتح. يعني محمد الفاتح حاول أن يفتحها ولكن لم يستطع، صمد فيها رجل يعني واحد من أبطال المجريين ولكن كان يحارب في صربيا اسمه هونياد، يعني شخصية مشهورة في تاريخ أوروبا الشرقية طبعا بالنسبة لهم، بطل قومي كبير لأنه عرقل فتح هذه البلاد. لكن استطاع السلطان سليمان القانوني، المجر كانت دخلت في عهد محمد الفاتح، يعني محمد الفاتح فعلا عجز عن أن يفتح بلغراد لكنه اتفق معها على أن يعود عنها مقابل جزية. هذه الجزية نقضها الصربيون فيما بعد، وقاتلوا مبعوث سليمان القانوني فجهز جيشا ضخما استطاع به أن يفتح بلغراد، وكان هذا في رمضان سنة 927 للهجرة. وبعد ذلك بأربع سنوات كان قد دخل إلى بودابست التي هي عاصمة المجر، وبعدها بسنة أخرى كان في المعركة الأشهر في التاريخ العثماني والتاريخ الأوروبي، وهي معركة وادي موهاكس التي استطاعت فيها الدولة العثمانية القضاء على تحالف أوروبي كبير ضخم قضاء مبرما. فطبعا معركة وادي موهاكس هذه يعني معركة مشهورة جدا، وأظن أن أغلبكم يعني اطلع على أخبارها في يعني الإنترنت أو حتى تعمل عنها أفلام وثائقية كذلك. يعني الأمر مشهور، لكن كان التمهيد لهذا كله هو فتح بلغراد، وفتح بلغراد كان في شهر رمضان. فلذلك إذا حاولت أن ألخص ما قلته، فالمعارك الفاصلة التي حصلت في رمضان والتي كانت مؤثرة في تاريخ المسلمين كله هي أول إعلان ميلاد الدولة الإسلامية، فتح مكة الذي تحولت به الدولة الإسلامية من مجرد قوة إقليمية إلى قوة دولية، يعني تحولت قوة دولية إلى جانب إمبراطوريتي فارس وروم. معركة البويب الطاحنة كانت نموذجاً لاستيقاظ يعني استفاقة المسلمين وسرعة استفاقة المسلمين على الجبهة الفارسية. معركة فتح النوبة كانت تأميناً لظهر القوات الإسلامية في كل الشمال الإفريقي، وكانت بذرة لانتشار المسلمين في الشرق الإفريقي. فتح الأندلس كانت ميلاداً للقوة الإسلامية الكبرى ذات الأثر الضخم في كل العالم وليس فقط في العالم الإسلامي، من خلال ميلاد الأندلس الفردوس المفقود عند المسلمين طبعاً. وفتح بلغراد كانت المعركة المحورية في تمدد العثمانيين في الشرق الأوروبي وفي تأمين انتشار الإسلام في شعوب البوسنة والبلقان والجنوب، الذي ظل لا يستنيم لأمر المسلمين إلا بعد أن دمر العثمانيون القوة الصربية في معركة فتح بلغراد. طبعا هذا مجرد يعني إلقاء ضوء ويعني نثر الشذرات على المعارك الفاصلة في رمضان. فأسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجبر تقصيرنا ويسدد كلامنا. بارك الله فيكم يا دكتور وجزاكم الله خيرا، وسائر الإخوة الأحباب المستمعين أحسن الله إليكم جميعا. الشكر كل الشكر للأستاذ محمد الهامي على هذه المحاضرة القيمة وعلى هذه المعلومات التاريخية والتحليلية التي سردها في محاضرته هذه، جزاه الله خيراً. والآن من له مداخلة أو سؤال يتفضل من الأخوة الحاضرين. عفواً، أحد الأستاذ إبراهيم الراوي تفضل أخي الكريم. أستاذ إبراهيم الراوي تفضل، افتح المايك يا شباب. مفتوح المايكات، مفتوح. هسه فتح. أستاذ إبراهيم تفضل. إبراهيم الراوي، السلام عليكم، جزاك الله ألف خير. تكلم الدكتور الفاضل
في بداية محاضرته على أن معركة بدر كانت هي تأسيساً لانطلاق الدولة، ثم تكلم عن الفتوحات التي جرت في رمضان. ربما يتساءل متسائل، وهذا الكلام الآن يدور في داخل نفسي، أنه ماذا نستفيد من هذا التاريخ الذي تكلم عنه الدكتور في نقله إلى المستقبل، مستقبلنا نحن كأمة إسلامية؟ هل يمكن أن نطبق ذلك داخل أنفسنا؟ يعني مثلا أنه في كتكوين دولة الآن وفتوحات، هذا شيء صعب علينا لأنه لا توجد دولة إسلامية. هل يمكن أن نعتبر هذا هو تكوينا لداخل أنفسنا، أن يعني تنتصر على نفسك في البداية، ثم لننقل ذلك الانتصار إلى المجتمع؟ ما هو تعليق الدكتور على ذلك؟ جزاكم الله خيرا. أحلى مايك يا شيخ محمد. المايك يا شيخ محمد. أقول لو نأخذ عددا من الأسئلة فنجيبها معا، كي يعني لا أطيل في الإجابة فأحرم كثير من الإخوة السائلين. ولحد الآن أستاذ، هذا السؤال الوحيد الآن لحد الآن. في على الشات أستاذ دكتور محمد، في على الشات أيضا تستطيع أن تطلع عليها. هو يعني طبعا أنا لا يظهر عندي. أحد الأخوة يسأل يقول: الرسالة الموجهة لنا في هذه الأيام الافتخار بالتاريخ من الاستفادة من هذه الدروس؟ هذا في سؤال آخر. خلينا أنا أشارك أيضا في سؤال حتى يعني تكون الإجابة واحدة مرة واحدة للدكتور محمد أستاذ الفاضل. ذكرت وسردت حوادث تاريخية متعلقة بالدولة والعسكر بشكل كبير جدا وما تم إنجاز من خلالها، ثم رتبت على ذلك أبعاد حضارية وبشكل خاص لما تكلمت عن دولة الأندلس. وأنا أسأل، هل التركيز على البعد العسكري في سياق الدولة والحكم والسلطان، هل هذا يعني هو السبب الرئيسي في حدوث انتقالات حضارية؟ يعني أستشهد بشيء لربما ليس له علاقة في الحروب والعسكر والدولة في الانتقال الحضاري، ونحتاج والله أعلم أنه نسوق من أمثال الشيء حتى نستطيع أن نخاطب المجتمع المسلم على أنه كل فرد قادر على أن يؤدي دور في بناء سلم الحضارة والانتقالات المصرية لذلك. يعني لحظة تنزل القرآن الكريم في رمضان يعني حدث مفصلي وانتقالة تاريخية لثلة يعني مغمورة في التاريخ، مغمورة في الزمان والمكان، في جزيرة العرب لا يؤبه لها ولا ينظر إليها ولا يعني يتصور في يوم من الأيام سيكون لها شأن، لكن نزل القرآن الكريم في رمضان فحدث مفصلي تاريخي أحيا أمة بأفراد قلائل استطاعوا أن يمضوا قدما في صناعة هوية لأمة وحضارة تمتد ل1400 سنة وهي ممتدة بإذن الله تبارك وتعالى إلى قيام الساعة. هذا حدث من الأحداث، فهل لنا من الأحداث التاريخية تعد مفاصل في التاريخ في البناء الحضاري بعيد عن عسكرة الدولة وبعيد عن الحكم وبعيد عن السلطان، في الفقه، في الفكر، في التنظير، في المفاهيم المجتمعية في هذا السياق، هل لنا في ذلك أن نستطيع يوجد انتقال يعني فواصل تاريخية لانتقالات مصيرية؟ جزاك الله خير. هذا السؤال الله يحفظ. بارك الله فيكم. طبعا تقريبا هذه الأسئلة جميعا يعني تدور في نفس المعنى، وهو طبعا معنى مهم جدا. وطبعا أنا أشكر إخواننا الأستاذ إبراهيم الراوي وأخونا الدكتور محمد والأخ الذي لا أعرفه لأني لا أرى الشات، أشكرهم على يعني هذا السؤال الذي يكمل الصورة. طبعا مسألة إنه أي حضارة، أي دولة، أي أمة تقوم أول ما تقوم على فكرة، يعني لابد أن تكون هناك فكرة أولا
ونحن كأمة، نحن كأمة مسلمة إنما انبعثنا من كتاب وهو القرآن الكريم الذي نزل في رمضان. عفواً منكم. فالقصد هنا أنا كنت أتكلم في المستوى الثاني، في مستوى كيف لهذه الفكرة أن تسود وتنتشر وتعلو وتظهر، فهذا الذي كنت أتكلم فيه. وإلا فإن كل أمة، كل حضارة، بل حتى كل شركة وكل مجموعة صغيرة وكل جروب على الواتساب وكل يعني وكل نادي وكل نقابة، وإنما تجمعه فكرة، يعني هذا نقابة المهندسين ونقابة المحامين، وهذه رابطة المصريين وهذه رابطة العراقيين، يعني في النهاية هناك فكرة. إنما كيف تسود فكرة ما على ما سواها من الأفكار؟ فهذا هو ما يتحقق بسعي حملة هؤلاء الفكرة إلى نشرها وتثبيتها. هذا السعي إلى النشر والتثبيت يضعنا مباشرة أمام مواجهة القوى الواقعية. ولذلك فحياة التاريخ، يعني حين ننظر نحن في تاريخ الناس لا في تاريخ الأفكار، حين ننظر في تاريخ الناس نجد تاريخ الناس هو تاريخ حركتهم. فهذا التاريخ المكتوب حين نحاول أن نلاحظ مثلا متى تمددت الأمة الإسلامية، متى توسعت، متى انهارت، متى ذبلت، متى انتقلت إلى الاستضعاف، فنحن هنا سنحدد تاريخ معارك. يعني نحن هنا سنحدد تاريخ معارك. أما إذا حاولنا أن ننظر في جذور هذه المعارك، كيف، ما هي الدوافع للانتصار، أو ما هي الدوافع للانكسار، يعني ما عوامل الصعود، ما عوامل الهبوط، أو ما عوامل الركود، هنا هذا سياق آخر. يعني إذا حاولت مثلا أن أتكلم عن فواصل رمضانية في غير هذا السبيل أو في السبيل الفكري، فطبعا سأتوقف عند نزول القرآن، ولا بد أن أتوقف مثلا عند ابن خلدون. يعني ابن خلدون أحد العقليات الضخمة في تاريخنا الإسلامي، ولد في رمضان ومات في رمضان. أنا شخصيا واحد من الناس بفتكر ابن خلدون إذا دخل رمضان. رجل ولد في رمضان ومات في رمضان، وقدم هذه المقدمة البديعة التي يقول عنها أرنولد تويمبي إنها أفضل عمل من نوعه قام به بشر. يعني عايز أقول إن المقدمة دي أفضل كتاب كتبه بشر. فنتوقف طبعا عن ابن خلدون ونتكلم في ابن خلدون وكيف تكونت، كيف تكونت أفكاره، وكيف تكونت مصادره، وكيف هضم هو الدروس التي كانت من قبله ثم بثها. جيد، كل هذا يعني جميل ولا أخالف فيه أبدا، وإنما كان حديثي عن الجزء العملي. يعني لا يمكن لفكرة مهما بلغت من الروعة والجمال والإحكام والمتانة، ومهما بلغت حاجة الناس إليها، لا يمكن لهذه الفكرة أن تتحول إلى واقع في حياة الناس وأن تؤثر في مسيرة التاريخ إلا بأن يحملها من يستطيعون أو من هم مستعدون للتضحية في سبيله. ولذلك نزل قول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وطبعا يعني الأمة التي كانت مع موسى عليه السلام كان معهم نبي يقودهم بكتاب الله التوراة، يعني هو نبي من أولي العزم من الرسل، ومعهم كتاب هو من التوراة، هو كتاب الله التوراة، وكان فيهم نبيين وليس نبيا واحدا، موسى من أولي العزم الرسل وهارون. ومع ذلك نزل عليهم سخط الله تبارك وتعالى حين لم يحولوا هذه الأفكار التي جاءتهم إلى عمل، ويعني قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال تعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فالذي كنت أتحدث فيه أيها الأحباب هو مسألة تحول هذه الفكرة إلى الواقع وتأثير هذه الفكرة في الواقع. وإلا فطبعا يعني لو نحن تكلمنا عن التاريخ الحضاري والفواصل الحضارية فسيكون لنا حديث آخر، وسنتكلم مثلا في كيف تعامل العلماء مع رمضان،
وما الذي أنتجوه فيما يخص رمضان؟ وهذه الأمور وهي أمور طبعا بديعة ويطول فيها الكلام، ولا شك أننا نحتاجها أيضا. نحن في الحقيقة الثغور كلها فارغة وكل الأشياء تقريبا نحتاجها، ولكن يعني هذا اجتهادي، وأسأل الله أن أكون وفقت في أن أسد هذه الثغرة في هذا البناء الكبير الذي يحتاج إلى كل المجهودات. بارك الله فيك دكتور على هذه الإجابة الوافية والشافية. من لديه سؤال أو مداخلة من الأخوة الحضور يتفضل، وإن لم يكن فنكون قد أثقلنا قليلا على الأستاذ محمد الهامي. في ختام هذا اللقاء أتوجه باسمنا نحن أكاديمية إنسان لبناء القيم ونيابة عن الأخوة والأخوات السادة الحضور بالشكر الجزيل والامتنان لفضيلة الأستاذ محمد الهامي على هذه المحاضرة القيمة الشيقة التي سرد لنا فيها كل هذه التفاصيل وأمتعنا بها. نسأل الله سبحانه وتعالى يجزيه عنا خيرا وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، والشكر موصول للأخوة والأخوات الحاضرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا بهذا المجلس وأن يجعله مجلس علم وذكر، ونلتقي بكم إن شاء الله في ليلة رمضانية قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى على طاعة الله ومرضاته. شكرا جزيلا لك يا أستاذ محمد، وبارك الله فيك ونفع بعلمك. أرفع الله قدركم وبارك فيكم، وأسأل الله أن يرزقكم وإيانا الإخلاص وأن يسدد رميكم. والشكر طبعا لكل الإخوة الكرام الذين حضروا وأنفقوا من وقتهم، وأسأل الله لي ولكم أن يعتقنا في رمضان، وأرجو ألا ننسى بعضنا من الدعاء، أرجو أن نسألكم الدعاء ونتواصل به إن شاء الله. اللهم آمين. بارك الله.